فالحمد لله وفضل الله إجا هذا اليوم، وهذا هو الخبر السعيد جدا. أنا حبيت أحكي لكم أنه الحمد لله أنا اعتزلت الغناء، وبشكركم على دعمكم المستمر جميعا، وبتمنى أنه هذا الدعم يستمر لقدام، لأنه هاي معناتها مش النهاية، بالعكس مش راح أختفي، يمكن راح تشوفوني أكثر، راح تعرفوا علي أكثر على طبيعتي، وبتمنى تشاركوني رحلتي الجديدة. وشكرا جميعا على كل دعمكم، وشكرا جميعا على كل هالسنين، وبتمنى اللي جاي يكون افضل لي ولكم، وبتمنى لكم الخير. شكرا لكم وراكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.